الإمام السيستاني يعزي برحيل المرجع السيد محمد صادق الروحاني في قم المقدسة، ومكاتب المراجع في النجف تعطل دروسها اليوم حدادا وتخليدا للمرجع الراحل. تأكيدات نيابية بتضمين المحاضرين المجانيين في الموازنة العام القادم، والعمل تطلق إجراءاتها للعمالة الأجنبية لتشغيل المحلية. في الشهر الماضي النزاهة تنفذ 88 عملية ضبط في بغداد والمحافظات، وترحيب شعبي بإجراءات الحكومة في محاربة الفساد. مع قرب انتهاء أعمال معرض الكتاب الدولي، المرتادون يواصلون التسوق، وعلى الهامش ندوات ثقافية وتوقيع كتب علمية. حياكم الله. توفي المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الروحاني قدس سره في مدينة قم المقدسة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وذكر بيان لمكتب المرجع الراحل أنه مع ساعات الغروب من يوم أمس الجمعة انتقل إلى رحمة الله بقية السلف الصالح المرجع المجاهد الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني الروحاني قدس الله سره. ويعد المرجع الفقيد من أبرز المراجع الذين شاركوا في محاربة نظام الشاه المخلوع في إيران، وساهم بشكل بارز في قيام الثورة الإسلامية الإيرانية. قدم المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى الإمام علي السيستاني تعازيه برحيل المرجع الديني السيد محمد صادق الروحاني. وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني خلال وثيقة صادرة عنه: نعزي برحيل العالم الرباني عالي القدر آية الله الحاج السيد محمد صادق حسين الروحاني رضوان الله عليه. وأضاف: لقد ارتحل إلى بارئه ولملاقاة أجداده الطاهرين آية الله العظمى المرجع المجاهد الذي بذل حياته المديدة الزاخرة بالعلم والعطاء والصبر والتضحية والفداء السيد محمد صادق الحسيني الروحاني. تعطل الحوزة الدينية العلمية في النجف الأشرف اليوم السبت دروسها حدادا على وفاة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني الروحاني قدس سره. وعطل آية الله السيد محمد رضا علي السيستاني مجلس البحث اليوم السبت حدادا على فقد المرجع الروحاني، كما قرر مكتب المرجعين آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض وآية الله العظمى الشيخ بشير النجفي تعطيل دروسهما غدا لوفاة المرجع الروحاني. وبالانتقال إلى ملف الصناعة، حيث أكدت لجنة المالية النيابية عن وجود مساعي لإنصاف الشرائح المجتمعية كافة في قانون موازنة العام المقبل، وتتعلق هذه المساعي بتثبيت العقود أو التعيينات بعد وصول قانون الموازنة العامة من خلال التوزيع العادل لخدمة المواطنين والقطاع الخاص والاستثمار، مشيرة إلى تأكيدات بأن الإجراءات ماضية بشأن التخصيصات وتدقيق البيانات وتهيئة كافة الأمور. يبدو أن العمالة الأجنبية هي العائق الكبير أمام ملف العاطلين عن العمل، وهو ما يكشف عنه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن وضع معالجات حقيقية وجذرية لهذا الملف. ويقول الأسدي أن برنامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة هو تنظيم مذكرات تفاهم بين العراق والبلدان التي لها عمل في البلاد، لافتا إلى أنه سيتم إجراء تغييرات على مذكرات التفاهم بما يخدم مصلحة الشباب في العراق. وشدد الأسدي على ضرورة الموازنة بين العمالة الأجنبية والوطنية حسب قانون العمل، بما يضمن تشغيل 50% عمالة وطنية مقابل 50% عمالة أجنبية. وأشار إلى تشكيل لجنة لغرض وضع تعليمات دقيقة لتأمين دخول المستثمرين والمجموعات السياحية إلى البلاد، وسيكون منح الفيزا وفق القانون العراقي لحفظ حقوق الشباب، شباب العراق والعاطلين من العمل. حدد مجلس الخدمة الاتحادي شرطا لإطلاق استمارة التوظيف الخاصة بحملة الشهادات العليا
والأوائل. وقالت معاون مدير الإعلام والعلاقات العامة في المجلس أطياف عيسى نعيم أن أوامر استحداث الدرجات الوظيفية وصلت بشكل تدريجي، ولكن مجلس الخدمة لن يطلق الاستمارة دون إكمال وصول 64,000 درجة بالكامل. وبيّنت أن مجلس الخدمة يعتمد النظام الإلكتروني في تعاملاته، كما يعمل على مدار 24 ساعة لإكمال البيانات. وبشأن العلوميين أوضحت أنه تم تخصيص أكثر من 3,790 درجة وظيفية لهم، تقدم عليها نحو 41,000 علومي، وتأهل منهم أكثر من 7,000 متقدم للمرحلة الثانية. ومن هؤلاء تم اختيار العدد المطلوب للدرجات الوظيفية وفقا لنقاط المفاضلة. بحث عضو لجنة التربية النيابية علي غرقان الدلفي مع وزير التربية إبراهيم النامس موضوع تثبيت المحاضرين والإداريين، كما بحث الجانبان تضمين التخصيصات المالية لذلك في قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل من قبل وزارة المالية. وكان عضو لجنة التربية النيابية علي غرقان الدلفي أعلن خلال لقائه بشريحة المحاضرين والإداريين في مديرية تربية واسط أن تثبيت المحاضرين والإداريين أمر محسوم وسيتم تضمينه في قانون الموازنة العامة الاتحادية. أعلن رئيس كتلة الدولة الوطنية النيابية عضو اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري عن إجراءات لحسم ملف المحاضرين في موازنة العام المقبل. وقال الساري أن كلف محاضري 2019 ستحسب في مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل، وهناك معالجة لملف المحاضرين والإداريين من خلال تخصيص مالي لهم في الموازنة. وبين أن المشكلة حاليا بالمحاضرين لعامي 2020 و21، وأكد أن هناك محافظتين أو 3 محافظات وقعت عقودا مع محاضرين مجانيين في العامين الماضيين مع تزايد أعدادهم كرمال متحركة، ولا بد من حصول تدقيق بهم. الساري أكد أنه بشكل عام فالمحاضرون لا إشكال لدى الحكومة واللجنة المالية النيابية بشأنهم، وستمضي إجراءاتهم بشكل طبيعي ويتم تثبيتهم على الملاك الدائم. أزمة المحاضرين بالمجان لم تعد بالمجان بعد تضمينهم في موازنة العام القادم، لكن الوقت بتثبيتهم يتعلق باحتساب أعداد المحاضرين في السنتين السابقتين. الزميل حسين ياسين يحمل التفاصيل. ما يزال ملف تثبيت المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم وتضمين ذلك ضمن الموازنة الاتحادية يمثل مطلبا مهما للعاملين بهذه الصفة في المؤسسة التربوية، الذين تحدثوا أيضا عن أمالهم بضرورة إنصافهم وضمان حقوقهم. رسالة إلى رئيس الوزراء بالعقود 2019 عليك بإيصال رسالتنا، احنا صارنا سنتين نداوم بالمجان جماعة 2020. نطالب وزيرة المالية توافق على مطالبها، مطالب هاي الشباب، وهي تخصيص مالية فقط بس الكتاب يوقعون عليه وإن شاء الله خير نتأمل. وبالدخول بتفاصيل هذا الملف، أشارت معلومات مؤكدة إلى حسم الحكومات المحلية في عدة محافظات ووزارة التربية إجراءات احتساب الكلف المالية للمحاضرين وتدقيق سنوات الخدمة لمحاضري عام 2019 وما سبقه، تمهيدا لتثبيتهم على الملاك الدائم. وزارة التربية هي محتاجتنا، المدارس محتاجتنا، يعني ما معقولة راح تجي 850,000 درجة وظيفية، فإحنا أولى بها صح لو لا؟ يعني ليش ما تحت يعني ليش ما يعينونا؟ زين يابا لا تثبتونا، حولونا عقود، عقود يعني صارنا سنتين احنا نداوم، وإذا ما يحولونا عقود راح نبقى بعد سنتين ما نداوم مجاني. وتضيف إيضاحات رسمية أن العقبة التي يجري العمل على إيجاد حل لها هي العقود التي أبرمتها بعض المحافظات خلال سنتي 2020 و21، والتي تعتبر مخالفة لقرار مجلس الوزراء في دورته السابقة. ويؤكد أعضاء على اللجنة التربية النيابية تضمين فقرة ضمن مسودة موازنة العام القادم لتثبيت المحاضرين على الملاك الدائم. حسين ياسين الفرات، بغداد.
هذا وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية سيد الحكيم قد حث السلطتين التشريعية والتنفيذية على إيجاد الحلول المناسبة لقضية المحاضرين. وقال سيد الحكيم في بيان له إنه يتابع عن كثب التظاهرات والوقفات التي يقوم بها شريحة المحاضرين المجانيين، وأعلن عن تضامنه معهم، وحث السلطتين التشريعية والتنفيذية على إيجاد الحلول المناسبة لقضيتهم. كما دعا سيد الحكيم السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى العمل على استيعاب هذه الشريحة التي قدمت كثيرا للواقع التربوي والتعليمي، وتحملت سنوات العمل المجاني، وساهمت بسد الشواغر في الكوادر التدريسية، وهي اليوم بانتظار من ينصفها. رجحت اللجنة القانونية النيابية عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب خلال عطلته التشريعية الحالية في حال وصول مشروع قانون موازنة 2023 من الحكومة. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي أن قانون الموازنة يتضمن مجموعة فقرات، منها الدرجات الوظيفية للمحاضرين والخريجين وتثبيت العقود وعدد كبير من الدرجات الوظيفية. وأضاف إنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة. وأكد الحمامي أن مجلس النواب، وعلى الرغم من دخوله بعطلته التشريعية، سيعقد الجلسة الخاصة بقراءة قانون الموازنة إذا ما تم تقديم طلب لعقد الجلسة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 8 عمليات ضبط في بغداد والمحافظات خلال تشرين الثاني الماضي، فيما أشارت إلى ضبط 23 متهما بالجرم المشهود. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان أن ملاكات مكتب تحقيق النجف الأشرف قامت بتنفيذ 16 عملية ضبط، يليه مكتب تحقيق المثنى وديالة ب 11 عملية و10 عمليات على التوالي. وأضافت أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط 23 متهما خلال 7 عمليات لضبط المتهمين، لافتة إلى أن العدد الأكبر من المتهمين الذين تم ضبطهم كان في محافظة كركوك وبلغ 13 متهما. أما عمليات ضبط الأوليات المنفذة خلال الشهر الماضي فقد بلغ مجموعها 109 عمليات. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط متهم ساوم وابتز مواطنين وطلب مبالغ مالية لقاء إيهامهم بغلق قضايا فساد ضدهم وادعائه الصلة بهيئة النزاهة. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أنها تلقت معلومات عن تعرض أحد المواطنين للابتزاز وطلب رشوة مقدارها 200,000 دولار مقابل التعهد بغلق إحدى الشكاوى المقامة ضده في هيئة النزاهة على عقار اشتراها المشتكي سابقا، وفتح بيان له في دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الأولى. وتابعت الدائرة أنها بادرت إلى تأليف فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، إذ قام بعمليات التقصي والتحري عن صحة المعلومات ونصب كمين محكم للمشكو منه الذي تم ضبطه متلبسا برفقة السائق الشخصي بتسليم جزء من مبلغ الرشوة مقداره 100 مليون دينار. أما الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة من خلال تنفيذ برنامجها الحكومي في محاربة الفساد كانت محطة ترحيب الأوساط السياسية والشعبية. مواطنون طالبوا باتخاذ إجراءات صارمة لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال. المزيد في تقرير الزميل أحمد الزيدي. ما يزال التحدي الأكبر لحكومة السودان هو تطبيق برنامجها الحكومي بمكافحة الفساد. سلسلة الإجراءات التي اتبعتها حتى الآن في الكشف عن سرقة القرن وارجاع أجزاء من هذه الأموال المنهوبة تلقى ترحيبا من مختلف شرائح الشعب العراقي، مع دعوات لاستمرارها في الكشف عن الملفات الكبيرة وضرب كبار المفسدين لتحقيق العدالة ولإيقاف الهدر والتجاوز على المال العام. اليوم الحكومة ملزمة ورئيس الوزراء ملزم بتنفيذ برنامج الحكومي، ألا وهو واحدة من هذه الأساسيات هو مكافحة ملفات الفساد، ليس فقط هذا وإنما سرداد الأموال المسروقة خارج العراق، وأيضا يكون هنالك فعلا فتح كل ملفات الفساد من عام 2003 إلى اليوم. إيقاف آفة الفساد والقضاء عليها يعني النمو الاقتصادي والازدهار العمراني بحسب الأوساط الشعبية،
فاستثمار ما كان يسرق في الموازنات في تحقيق تطلعات العراقيين كفيل بإنهاء جميع أزماتهم، وهما ينتظر من حكومة السودان تحقيقه عبر الضرب بيد من حديد لكل من يتجاوز على المال العام. على الكل أن يتكاتف بأن معالجة الفساد ستخرج العراق من هذه الأزمة، ستكون بمثابة علاج ودواء للمرض الذي انتشر بجسد العراق. ننتظر من الحكومات الجديدة خصوصا حكومة السيد محمد شياء السوداني، ونأمل من عندها أنه تفتح ملفات الفساد اللي كانت على مدى سنوات أكثر من 18 سنة ممكن عانى العراقيين من قضية ملفات الفساد على مستوى الوزارات والدوائر وأيضا المنافذ وغيرها. وتشكل إجراءات مكافحة الفساد معيارا لنجاح الحكومة في تطبيق برنامجها وفرصة لإعادة ثقة العراقيين بالحكومة وبالعملية السياسية برمتها، وما يحمل السوداني وحكومته مسؤولية الاستمرار في فتح هذه الملفات لتحقيق النجاحات المرجوة. وعلى الرغم من صعوبة القضاء نهائيا على الفساد ومافياته المتنفذة، إلا أن الحد منه وضرب رؤوسه الكبيرة ممكن إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لذلك. لقناة الفرات، أحمد الزيدي، بغداد. تتواصل فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب بدورته الثالثة باسم المفكر والمؤرخ هادي العلوي بمشاركة أكثر من 350 دارا للنشر محلية وأجنبية من 20 دولة. وشهد المعرض إقامة العديد من الفعاليات والجلسات الفكرية والثقافية التي ساهم فيها مثقفون وكتاب من العراق والدول العربية، فضلا عن إقامة جلسات حوارية ونقدية وشعرية وحفلات توقيع كتب للمبدعين والكتاب. ويعتبر المعرض رافدا من روافد الثقافة وملتقى لتبادل الأفكار والرؤى الثقافية والاجتماعية والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب ونتاجاتهم الفكرية. ومع قرب انتهاء أعمال معرض العراق الدولي للكتاب، إلى أن المتبضعين لا زالوا يتوافدون على المعرض لانتقاء الكتب. أكاديميون أكدوا أن هذا المهرجان الثقافي فرصة ثمينة لرفع مستوى الوعي العلمي والثقافي في البلاد. تقرير الزميلة نورة سعيد. مشهد يشعرك بأنه اليوم الأول، لكنه اليوم قبل الأخير. هذه الجموع تستوقف العقل ليسأل قبل أن يستنتج. إنهم يتمنون لو أن كل أيام بغداد معارض وثقافة. قرب المعرض على أنه ينتهي، وهاي الساعات الأخيرة كانت الأيام كلش ممتعة، الفعاليات، الأجواء، الناس اللي دا تتواجد، يعني هاي الأيام ما تتعوض. أكو واحد من دور النشر قال كل كتاب هنا تشوفه اشتري بسرعة لأنه ممكن بعد ما تشوف. معرض الكتاب العراق حدث ثقافي يقام كل سنة، وهي أجمل 10 أيام بالسنة. للأسف إحنا يعني حزينين دائما بآخر كم يوم نحس بشعور الفقد، وأنه هاي الأجواء الرائعة المحملة بلقاءات جميلة مع نخبة المجتمع. وأنا أتمنى أنه هاي المعرض يتكرر مو خلال مرة واحدة خلال السنة، لكن برأيي أنه يكون على مدى فصلين، يعني كل 6 شهور يكون أن تواجد في مثل هذا المعرض. كتب مصفوفة وأخرى يراد لها التعبئة في الصناديق التي جاءت بها، غير معلوم من مدى الحزن الذي ينتاب هذه العناوين وهي تغادر المدينة التي خلقت لكي تقرأ. سوف نفتقد هذه الأيام في المستقبل، ونسعى ونطمح أن تسرع الأيام إن شاء الله في أن تكون هنالك الدورة القادمة في أقرب وقت ممكن، وأن نكون جاهزين ومتحضرين لهذه الدورة بمحتوى جديد وكتب جديدة، وإن شاء الله نلتقي في السنة القادمة. هذه الصور وتلك المقاعد ستفتقد روادها وشاغليها طيلة عام، لكن النبض الفكري الذي يسابق كل نبض سيلهم الجميع الانتظار لحين بدء فعاليات مشابهة. عراق لا يعرف إلا لغة الكتاب، يمضي في فلسفة الارتقاء بالعقول دون أن يسأل عن الأسباب. وفي الغد سيغلق معرضه أبوابه، لكن لا رحيل للثقافة الواقفة دوما على الأبواب. نورة سعيد، بغداد، الفرات.
ومن دور النشر المشاركة في معرض العراق الدولي للكتاب، كانت لدار إنكي للنشر مشاركة مميزة في عرض الإصدارات العلمية والثقافية. عضو المكتب السياسي لتيار الحكم الوطني الدكتور محمد حسام وقع كتابه بعنوان الهندسة السياسية ومأسسة الدولة وبناء الأمة العراقية، حيث أكد أن هذه التجمعات الثقافية والعلمية هي منطلق أساسي لتنمية الوعي الثقافي والعلمي العراقي. اليوم نشوف اكو تنوع في دور النشر الموجوده في المعرض، يعني دور نشر مختلفه تمثل توجهات مختلفه، تمثل دول مختلفه، اقبال كبير من قبل المتابعين للتخصصات المختلفه على شراء الكتب، على اقتناء الكتب، هذه كلها مؤشرات ايجابيه. اعتقد من المهم انه اليوم الحكومه الدوله تعير اهتمام الى هذه الفعاليات، لما لهذه الفعاليات من اثر ايجابي في تطوير الواقع الثقافي وفي تطوير الواقع الفكري وفي ايجاد تنميه فكريه تعتبر ركيزه اساسيه لبناء الدوله. واحنا اليوم كان عندنا ندوه او جلسه حول كتابنا اللي هو الهندسه السياسيه ومؤسسه الدوله وبناء الامه العراقيه. هذه المفاهيم تحتاج إلى أرضية فكرية مناسبة من أجل أنه تنتقل من النظرية إلى التطبيقات العملية على أرض الواقع. لذلك يعني اليوم أنا كمختص أجد هذه الفعاليات وهذه التجمعات الثقافية منطلق أساسي لتنمية الوعي الثقافي والوعي الفكري للمجتمع العراقي، ومهم جدا إدامة هذه الفعاليات. مردود مالي كبير يحققه ملف السياحة في أربيل بعد إن شهدت المحافظة إقبالا كبيرا للسياح من المحافظات الأخرى بحثا عن أماكن للترفيه. الزميل علاء الطائي من هناك. قطاع السياحة في إقليم كردستان يعد موردا اقتصاديا هاما لسكان ثلاث محافظات عراقية، أربيل والسليمانية ودهوك، إذ تمثل المناطق السياحية فيها متنفسا لسكان جميع المحافظات العراقية الأخرى التي تقصد الإقليم طيلة أيام السنة، لا سيما في فصلي الربيع والصيف، حيث الطبيعة الخلابة واعتدال درجات الحرارة وتنوع التضاريس بين الجبال والوديان والسهول وبين الأنهر والبحيرات والينابيع. واليوم تسعى الجهات المعنية إلى الاهتمام بالسياحة الشتوية، لا سيما بعد عودة الثلوج في الأعوام الأخيرة إلى سابق عهدها، وهي أحد عوامل الجذب السياحي الهامة. تنشيط السياحة وزيادة عدد السواح هو هدف رئيسي لهذه الحكومة، وهناك خطة محكمة نعمل عليها، منها بناء قرى سياحية كبيرة فوق قمم الجبال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بهذا الجانب الحيوي. عدد السائحين الوافدين إلى مدن الأقليم شهد تزايدا كبيرا جدا، لا سيما في الأعوام الأخيرة بعد انتهاء أزمة وباء كورونا، حيث سجل عام 2021 طفرة غير مسبوقة بأربعة ملايين سائح. يملك الأقليم أكثر من 800 فندق بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 1.5 مليون نزيل يوميا، ويملك مئات المواقع السياحية والتراثية والأثرية والقرى العصرية. السياحة مرتبطة ارتباط وثيق بالنمو الاقتصادي، لأن كل ما أكو وافدين سواح لأي بلد راح يحرك الحركة التجارية، من مطاعم، من نقل، من أمور خدمات أخرى، فنادق، إن شاء الله هاي كلها الأمور تتحرك نتيجة السياحة. أنا قبل 10 سنين جيت الكردستان، بس هسه لما جيت شفت هواي فرق، يعني تغيير بالسياحة وتغيير بالأمور، يعني الخدمات الحلوة والطيبة والناس طيبين، يعني أنا شفتهم تعاملت وياهم معاملات حلوة، يعني جماعة كردستان والحمد لله، يعني ما شفنا شيء من عندهم سيء. الإقليم وضع سابقا خطة عشرية لتطوير قطاع السياحة، لكنها تعرقلت بسبب حرب داعش ووباء كورونا والأزمة الاقتصادية،
ومن المؤمل استئناف العمل بها قريبا. تعطيل المناطق السياحية في وسط وجنوب العراق التاريخية والتراثية والمائية وقلة الأماكن الترفيهية أسهمت بشكل كبير في إنعاش السياحة في إقليم كردستان، علاقة عكسية تؤكد المثل القائل: مصائب قوم عند قوم فوائد. من أربيل لقناة الفرات على الطاي. إلى هنا تنتهي نشرة الظهيرة، شكرا لكرم المتابعة ودمتم في أمان الله وحفظه.